ده طبعا الارقام المعلنه بشكل رسمي غير اللي بين السطور، لكن في جميع الاحوال يبقى الفيفا اكبر دوله على مستوى العالم، وشعب كره القدم هو تقريبا اكتر من نص سكان الكوكب. في جميع الاحوال خلينا نرجع للمونديال، وحتى اللحظه المغرب متالقه متفوقه وبصرف النظر تماما وكليه عن نتيجه المواجهه والمباراه. المغرب الحقيقه شرف الكره العربيه والافريقيه في المونديال، ونتمنى له كل التوفيق فيما تبقى من عمر المواجهه امام المنتخب البرتغالي اللي زادت شراسته. بتتكلم على منتخب مدجج بالنجوم، نزل طبعا الملعب في الشوط الثاني كريستيانو رونالدو مع وجود بقى لعيبه زي برونو فرنانديش، برناردو سيلفا، جواو فيليكس، جواو كانسيلو، روبن دياز، يعني فرقه ثقيله جدا. انجاز المغرب هيكون تاريخي في حال نجح في الفوز والتاهل للمربع الذهبي، ونتمنى لو ده حصل يحصل في خلال 90 دقيقه، هي عمر ووقت الزمن الاصلي للمباراه، ما يمتدش اللقاء ل 120 دقيقه، لانه بالتاكيد هيكون ليه تبعات سلبيه بدنيا طبعا على المنتخب المغربي قبل ما يتاهل ان شاء الله لمواجهه واحد من الفائز او من الفائزين من منتخب فرنسا ومنتخب انجلترا. عن المواجهتين هتكلم، وعن مواجهات امبارح الحقيقه لازم يكون لينا وقفه مع ضيوفنا في السادسه بلال محسن واحمد مصطفى محللي الكره العالميه اللي بيشرفونا النهارده. بلال مساء الخير واهلا وسهلا بيك، منور الدنيا. مساء النور يا استاذ احمد، واهلا بكل الساده المشاهدين. ماشيه مع ميسي هي يا سيدي. يعني الحمد لله انا راهنت المره اللي فاتت على ميسي، وانا قلت اللي بيراهن على ميسي كسبان وهو ما خذلنيش يعني. لسه هنشوف لسه هنشوف حتى الان. ابو حميد منور الدنيا ومتعلق دايما الشياكه دي. تسلم يا احمد، اتعلم منك. اهلا وسهلا يا احمد، منورين الدنيا. ماتشين ومواجهتين في منتهى القوه، وما كانش حد الحقيقه يقدر يحسم بشكل يعني قاطع مين هيتاهل من الناحيه الشمال، ارجنتين، هولندا، برازيل، كرواتيا، لغايه الثواني الاخيره من عمر المباراه الى ان حسمتها ركلات الترجيح. اعتقد انه المفاجاه امبارح كانت فوز كرواتيا او تاهل كرواتيا على حساب البرازيل. في الحقيقه امبارح يا جماعه المشاعر في كره القدم بتتحرك بشكل يعني فياض. انا امبارح تعاطفت مع البرازيليين ومع بكاء نيمار ومع الحقيقه صدمه الخروج من المونديال بشكل غير طبيعي. في صدمه الحقيقه من خروج البرازيل بلال. يعني زي ما حضرتك قلت كده يا استاذ احمد، كانت صدمه لكل متابعي كره القدم بصفه عامه، والمشجعين الابرز دايما في كل بطوله بيبقى النسبه الاكبر لمنتخب البرازيل. وهو المرشح الاول دايما في اي بطوله كاس عالم، ولكن بقى يعني عقده السادسه بتطارد البرازيل بقى لها يعني اكتر من اربع او خمس بطولات بتحاول تبحث عن اللقب السادس، مش قادره. هو صدمه البرازيليين امبارح في الخروج من كاس العالم بالذات في النسخه دي، يعني في نسخ قبل كده بما فيهم النسخه اللي استضافتها البرازيل نفسها، لكن شايف انه الصدمه السنه دي او الصدمه في النسخه دي اكبر من صدمه المصريين في عدم التاهل لكاس العالم. انت ملاحظ يعني ملاحظ الفرق او الجاب عامله ازاي؟ الناس دي كانت مرشحه بقوه من قبل البطوله، ومع بدايه البطوله كمان كان واضح جدا منتخب البرازيل جاهز الحقيقه انه ينافس على اللقب بقوه. يعني كان المنتخب البرازيل كان عامل حاله في البطوله، حاله فنيه، كان بيقدم عروض ممتازه في كل مباراه، عرض افضل من المباراه السابقه، حتى يعني الاداء كان رتم الاداء بتاعهم كان بيعلى من مباراه للثانيه، كان خلاص الكل بيرشحهم ان هم رايحين فعلا لحتى على الاقل للمباراه النهائيه، وبعد كده طبعا كان هيبقى عندهم فرصه ان هم يتواجدوا. ولكن للاسف امبارح منتخب كنا نفسنا كمان نشوف ارجنتين برازيل، يعني كان هيبقى كلاسيكو الارض ولكن طبعا يعني الموضوع المباراه ما مشيتش زي ما الناس كلها عايزه. هدف للاسف يعني هدف صعب جدا بتستقبله شباك الحارس اليسون من اول تسديده المنتخب كرواتيا على مرمى اليسون، كره بتصطدم الدقيقه 116 طبعا بتصطدم كمان الكره لسوء حظ المنتخب البرازيلي بقدم ماركينيوس المدافع وبتعانق الشباك في وقت حرج جدا، وقت صعب جدا. البرازيل حتى لو على ارض الملعب نيمار وانتوني وكل اللعيبه دي خلاص الوقت كان صعب جدا للاسف، والخبرات اللي موجوده في منتخب كرواتيا على عكس ما كان كل بيتوقع ان الانهيار بدني بسبب عامل السن، لا بالعكس احنا امبارح شايفين عواجيز 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 ولا حاجه. لوكا مودريتش امبارح بيعيش حاله كانه لاعب لسه عنده 20 سنه. صحيح. كمان ايفان بريزيتش، كل الخبرات امبارح، بروزوفيتش عمل مباراه كبيره. طب خليني اسالك يا احمد عن كرواتيا. انا في بدايه الحلقه قلت ان كرواتيا نموذج يستحق ان احنا نقف عنده كتير، والحقيقه انه السؤال اللي هساله لك ده ممكن ناخد في حلقات عشان نجاوب عليه، لكن انا عايز الخطوط العريضه، عايز العناوين، المانشيتات. كرواتيا فريق لا يملك انديه على مستوى قاره اوروبا بتحقق اي شيء، بل ان انا سالتك قول لي ثلاث او اربع اسماء انديه في كرواتيا غالبا يعني هتعرف واحد او اثنين بالكثير. حارس المرمى مميز جدا وبيلعب في دينامو زاغرب. على مستوى الانديه ما فيش، على مستوى اللاعبين
من يملكوا مجموعه لعيبه جيده، لكن لو بصيت مثلا لاهم 20 لاعب او توب 20 بلايرز مثلا على مستوى العالم مفيش حد من سكر. رغم كده الحقيقه بيصل للمربع الذهبي ده، وبنتكلم على وصيف النسخه الاخيره من كاس العالم روسيا 2018، وبيصل للمربع الذهبي مره ثانيه على التوالي بالتاكيد مش صدفه. ليه من وجهه نظرك؟ رقم واحد المدرب، مدرب المنتخب الكرواتي مدرب كبير، مدرب عارف يتعامل مع لعيبه المنتخب الكرواتي بذكاء شديد جدا، عارف يتعامل مع كل المباريات زي ما هو عايز. المنتخب الكرواتي العالم كله على ما اعتقد كان محدش متوقع ان البرازيل هتخسر، لكن اعتقد ان لعيبه المنتخب الكرواتي بالمدرب كانوا مصدقين ان هم ممكن يكسبوا منتخب البرازيل، وده كان باين في الملعب حتى بعد الهدف اللي دخل في وقت اعتقد محدش بيقدر يرجع منه قدام منتخب كبير زي منتخب البرازيل. صحيح. لكن انت تبقى مصدق ان انت قادر ان انت تكسب دي لوحدها بتبين قد ايه شخصيه المنتخب الكرواتي، ودي مهمه جدا. اتفق معاك جدا، شخصيه باينه جدا بترجع وما شكتش في لحظه او الانهزاميه مش موجوده. مدرب مدي ثقه لعيبته، مدرب مدي وعارف اللعيبه بيستخدم امتى. شفت في ماتش اليابان بيطلع لوكا مودريتش، الماتش ده عمل ثلاث حاجات مهمين جدا. لوكا مودريتش لعب في الماتش ده في ثلاث مراكز، يعني في بدايه المباراه باين ذكائه، عارف ان اكبر ضغط على البازيه سيطر عليه اضغط على كازاميرو، كان بيلعب في لوكا مودريتش رقم 10، فبعد ما البرازيل بدا يستحوذ اكتر بدا يبدا من تحت ورجعه رقم 6، وده شفنا قد ايه ذكاء المدرب وقد ايه لوكا مودريتش لعيب كبير قوي، ان لعيب ما شفتش لعيب تقريبا على مدار السنين اللي فاتت دي، لعيب يلعب لعيب نص ملعب يلعب في ثلاث مراكز في مباراه واحده، وفي اغلب المباريات بيلعب بنفس المستوى في السن ده. فاعتقد المنتخب الكرواتي يعني لازم شابوه اللي دفع له القبعه. منتخب اعتقد مكسب منتخب كرواتيا يبين ثلاث حاجات مهمين. اول حاجه يبين قد ايه قوه المنتخب المغربي، ان المنتخب المغربي عمل مباراه كبيره جدا ده منتخب كرواتي في بدايه المونديال. حاجه بقى مش محتاجين نثبتها خلاص يعني منتخب المغرب النهارده لعب مع الكبار وقدر ان هو ينجح ويتفوق على منتخب بحجم بلجيكا واسبانيا والبرتغال حاليا والبرتغال حاليا. فا يعني تاني حاجه ان يبين لك ان اللي بيتعالى على الكوره يخسر. البرازيل لحد الدقيقه 119 قبل ما يدخل فيهم الجون واثقين ان هم كده كاسبين الماتش، يعني هم حتى متعادلين احنا نكسب في اي وقت. ايوه. الحاجة الثالثة المدرب برضه كان مغرور بتاع البرازيل، غروره خلاه يعمل تغييرات ثلاث ارباعها غلط. أول تغيير ما ينفعش بأي حال من الأحوال بتغير فينيسيوس ده في الدقيقة 50. أنا قلت أكيد في حاجة، يعني هو اشتكى من إصابة. أغرب تغيير ممكن أعتقد خسارة البرازيل الأساسية تغيير فينيسيوس. أنت لعيب أولاً مدي حرية لنيمار لأن هو مخلي الضغط كله سواء فينيسيوس فنيمار واخد حرية. أنت لما خرجته ضغطت نيمار أكتر وخليت النيمار بقى فيه خلاص عليه اللي هو سهل. نيمار واضح كمان مع الوقت انه متاثر بالاصابه اللي كان موجوده عنده. وعمل هو تيتي امبارح عمل يعني حاجتين، حاجه صح الاول اللي هو طبعا لما خرج رافينيا لما خرج رافينيا في الاول ودفع بانتوني. انتوني كان مميز جدا في الحقيقه، يعني من وقت نزول انتوني انا بشوف انتوني كمان اعلى من رافينيا. ولو كان كسب اعتقد ان انتوني كان هيكمل في قبل النهائي، ما كانش هيلعب رافينيا. يعني احنا التغيير الاول عمله تيتي في الدقيقه 55، اخراج رافينيا في الدقيقه 55، وده فعلا لان رافينيا كان مختفي تماما في ال 55 دقيقه من المباراه. وزي ما قلت لحضرتك دفع بانتوني عمل حركه كبيره، هو استعجل بقى في الدقيقه تقريبا 63 واخرج فينيسيوس زي ما احمد قال وزي ما حضرتك قلت، اخرج فينيسيوس من المباراه رغم ان فينيسيوس مفتاح لعب مهم جدا لمنتخب البرازيل في كل المباريات السابقه. يعني لو شفنا هدف كاسيميرو امام سويسرا هو كان صناعه فينيسيوس معظم الاهداف ومعظم الخطوره لمنتخب البرازيل، وزي ما احنا كنا لسه بنقول دلوقتي هو اللي بيدي الحريه. طيب بما انكم اتكلمتوا على التغييرات وعلى اخطاء المدربين، انا بيتهيالي ان المباراه دي لما نيجي نحط كده نموذج يدرس ازاي انه التكتيك، ازاي انه طريقه اللعب والوقفه والواجبات اللي بديها لعيبتي في الملعب تقدر قد ايه بجد تكون مؤثره وتعوض الفوارق الكبيره جدا اللي موجوده في النهايه. لما نيجي مع كامل الاحترام لكرواتيا والاسماء الموجوده طبعاً فيها يعني كلها اسماء كويسه يعني، لكن لما اجي اقارنهم بسكواد المنتخب البرازيلي الفوارق كبيره جدا قوي. لكن الفوارق دي انا ما حسيتش بيها على مدار ال 120 دقيقه نتيجه الحقيقه ان المنتخب الكرواتي قدم جيم على اعلى مستوى. دي بقى دي حاجه من ضمن يعني سلبيات كثره النجوم، يعني كثره النجوم احيانا زي ما بتديك حلول وبتديك افكار وبتديك حاجات ميزات اضافيه عن المنافس، احيانا بتبقى مشكله للمدرب. المدرب طول الوقت شايف ان هو عنده على الدكه ناس
ليه لا، لو نزلت ممكن في الملعب تغير لي، فممكن يحصل زي ما حصل امبارح كده. هو اشرك رودريجو لاعب ريال مدريد ولاعب المنتخب البرازيلي على حساب فينيسيوس المتالق في البطوله، وللاسف رودريجو ما اسعفوش الوقت او ما كانش مردوده في افضل حال. كمان زي ما احمد قال ان الضغط اللي لعب بيه المدير الفني امبارح على كاسيميرو ولوكاس باكيتا امبارح، كانوا الاثنين على مستوى التكمله الهجوميه كانوا ضعاف جدا، ما كانش فيه تكمله هجوميه. يمكن الكره الوحيده اللي فلت بيها لوكاس باكيتا اللي هي كانت قبل هدف نيمار على طول، وتصدى ليها طبعا لوكا ليفاكوفيتش حارس المرمى الكرواتي، طبعا بطل المشهد ممنوع الاقتراب والتصوير في ركلات الجزاء بصراحه. يعني حارس مميز جدا رغم ان هو ما لعبش خارج الدوري الكرواتي بالمناسبه، هو عنده 27 سنه ولكن واحد من افضل الحراس في البطوله. هيطير شكله بعد البطوله اكيد طبعا اكيد هتنهال عليه العروض طبعا بعد انتهاء. عايز اخدكم ماتشات النهارده بس مش قادر افوت بصراحه، مواجهه ثانيه كانت ثقيله جدا، هولندا طبعا والارجنتين. والحقيقه المنتخب الهولندي فاجئني انا شخصيا، لانه هو فاجئ الناس ويمكن هو فاجئ نفسه هو شخصيا. الناس كتير كانت مشيت اصلا يعني لا هو كمان الحقيقه لاعب افضل. يعني انا ما شفتش هولندا طول البطوله، يعني دور المجموعات رغم ان مجموعتها تعتبر الاسهل او واحده من المجموعات السهله نسبيا يعني، لكن ما حسيتش المنتخب الهولندي جاي يقول انا هولندا بتاعه رود خوليت وماركو فان باستن ودينيس بيركامب واجيال كثيره جدا، مش هي دي هولندا اللي احنا عارفينها. ورغم كده الحقيقه لعب جيم امبارح قدام منتخب الارجنتين ولا اروع. اخر نص ساعه في المباراه اعتقد افضل نص ساعه للمنتخب الهولندي من سنين. صحيح. وخليني اقول لك يا احمد انه لو كانت النسبه الاغلب يعني متعاطفه مع الارجنتين، يعني اللي بيحب الكوره اكيد حابب الارجنتين تكمل طبعا عشان ميسي، لكن انا شايف انه لما الارجنتين نجحت في انها تقصي هولندا في تعاطف كبير جدا مع المنتخب الهولندي بعد الاداء المنتدى اللي راجع ليه، يعني منتدى كبيره جدا. واعتقد ان لويس فان جال كان عايز يسيب بصمه قبل اعتزاله التدريب، وكان مصمم. انا كنت حاسس ان المنتخب الهولندي بيتسحب زي بيقولوا كده، بيعمل في صمت من اول المونديال وممكن ما تحسش هو مرشح، بس اعتقد هو كان ماشي في نفس السياق ان هو رايح للنهائي، لكن لسوء حظه يعني اتقابل مع المنتخب الارجنتين. مش هقول المنتخب الارجنتين طبعا، هقول ميسي، لان ميسي عمل باص، اعتقد عمل باص العالم كله او كاس العالم في حته، والباص اللي عمله ميسي امبارح في الجول الاولاني في حته ثانيه خالص. يعني اعتقد ان ميسي اصلا ما بصش تقريبا للعيبه هو بيلعب له الجول الاولاني، لكن اعتقد ان دي مهاره ميسي، دي الحلول بتاعت الفوارق اللي هي تبين قد ايه القوه البدنيه، المهاره تفوقت عليها في مباراه الهولنديين، وتبين قدر المهاره برده. كمان الجول الثاني بتاع هولندا بيفكرني بكاس عالم 94 بهدف السويد، كان نفس الفاول تقريبا بتاع برلين بتاع لاعب منتخب السويد، اتلعب من ورا الحيطه، فكان برده الناس كلها كانت متفاجئه بيه، نفس الفاول بالظبط اتعمل امبارح. قد ايه ان تعمل في الدقيقه 101 تقريبا وبتجر في مجازفه كبيره، يعني اي حد طبيعي هيقول حط الفاول مره واحده، انما انت بتعمل باص والناس كلها مش متوقعه وبتجازف ويدخل الجون، فدي بصراحه تبان قد ايه ده اكيد مدرب، يعني دي اعتقد ان دي اكيد لويس فان جال. كمان في غورست لاعب هولندا على فكره احرز هدف بالمناسبه السيزون ده مع النادي بتاعه فولفسبورج في الدوري الالماني، نفس الهدف بنسخه بالكربون، فاحنا مش عارفين بقى هل هو فان خال هو اللي خد الهدف من التكتيك بتاع النادي، ولا هو دي جمله متفق عليها، ولكن في غيرست احرز هدف زي ده بالظبط السيزون ده مع فولفسبورج. هدف يعني يا استاذ احمد، يمكن لو حللت الهدف، هدف زي ما احمد بيقول في اخر دقيقه، كل الناس منتظره الكره في زاويه من الزوايا، لاعبي المنتخب الارجنتي واقفين حيطه، الكره بتتلعب ضعيفه جدا على الارض، بتمر من هو سهل الممتنع يا بلال، ولا ورغم ان هي بتروح لفيغورست يعني هو ممسوك كمان، يعني هو معاه عليه رقابه، ومع ذلك بينجح ان هو يستلم الكره ويلف تحت ضغطه ويلعبها ببرود الاعصاب ده في الوقت القاتل ده. احنا بنلعب تقسيمه كده مع بعض بالظبط، يعني بس الحركه دي كانت هتعكني ان يعني الجول التاني ده انا بعمله في البلايستيشن بالظبط نفس مش عايز اجازف يعني الهدف ده لو اتعاد، على فكره الهدف ده لو اتعاد مثلا 20 مره مش هيجي، يعني حاله التركيز اللي كانت عند الكل في الكره، كله منتظر الكره في زاويه من الزوايا، وبعدين احنا نلاقي الكره بتتلعب، فهي بصراحه برود اعصاب يحسب للاعبي المنتخب الهولندي وليفيغورست اللي احرز اللي نزل على حساب بقى نجم المنتخب الهولندي ممفيس ديباي، دفع بيه برده في مخاطره وتغيير ناجح جدا للويس فان خال لما سحب ممفيس ديباي نجم الفريق ودفع بفيغورست وكافئ فيغورست باحراز الهدف الاول وكمان الهدف الثاني القاتل اللي كان هيعكنن بقى على نصف مشجعي كره القدم طبعا ومحب ميسي طبعا. ما ينفعش، انا قلت لحضرتك ما ينفعش كاس عالم من غير ميسي. من الارقام القياسيه امبارح بنتكلم على 17 كارت اصفر. ماسيو على فكره ميسي بالمناسبه خرج بتصريح مهم جدا بعد المباراه، يمكن حضرتك تابعت تصريح ميسي وقال ان احنا طب نبارك بقى
نبارك بقى، انتهت المباراة، نبارك ونحيي اشقاء المغاربه، شرفتونا بجد وفرحتونا وعملتوا انجاز تاريخي، اهم مباراه في تاريخ كره القدم المغربيه والافريقيه والعربيه. النهارده المغرب بيفوز على البرتغال وبيصل للمربع الذهبي في انتظار الفائز من فرنسا وإنجلترا، والحلم ما زال مستمرا. حلمنا كلنا على فكرة، مش حلم المغاربة بس، كلنا النهاردة الحقيقة وفي ظهر المنتخب المغربي، وكل إنجاز وكل خطوة بينجح فيها بتبقى مصدر سعادة لينا أعتقد، يعني إذا كنت بكلم عن نفسي وعننا كمصريين، وأعتقد بالنسبة لكل الشعوب العربية شيء بيفرحنا كلنا وبيشعرنا الحقيقة فخر شديد جدا انه المغرب يصل للمربع الذهبي. يعني بقى منتخب المغرب بيقول كده بالعباره الصريحه، يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بصراحه يعني كاتب التاريخ هيتعب جدا في النسخه دي مع منتخب المغرب، تصدر مجموعه صعبه جدا فيها منتخب بلجيكا ومنتخب كرواتيا، قدر يقصي منتخب اسبانيا اللي كان ناس كتير جدا بترشحه للفوز باللقب، النهارده بيعمل مفاجاه طبعا مدويه وانجاز غير مسبوق في تاريخ الكره العربيه والافريقيه بالوصول طبعا لربع النهائي. بنبارك لكل اشقائنا في المغرب الشقيق وكل الانتصار للكره العربيه والافريقيه زي ما حضرتك قلت طبعا. لا في كلام كتير قوي عن المغرب بقى بما ان المباراه انتهت، بس اسمحوا لنا عشان نكمل كلامنا هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. وتاني نبارك ونهني لاشقائنا في المغرب الفوز على منتخب البرتغال والتاهل للمربع الذهبي في انتظار الفائز من انجلترا وفرنسا. عايزين بقى مباراه كده تكسير عظام، يعني 120 دقيقه يعني يهلكوا بعض فيهم عشان اللي هيكسب منهم يوصل للمنتخب المغربي مستوي كده، ويمكن مين عارف، محدش يعني محدش، خلينا نبقى منطقيين وعلى ارض الواقع، محدش كان متوقع في بدايه البطوله. انا شخصيا مراهن جدا على منتخب المغرب من بدايه البطوله، واللي بيتابع السادسه عارف كويس قوي ان انا قلت يا جماعه انتظروا المغرب والسنغال والسعوديه، وقد كانوا المغرب عملتها. لكن انه يطلع متصدر المجموعه بتاعته في معاه بلجيكا وكرواتيا، طب ماشي تصدر، طب انه يتجاوز المنتخب الاسباني، طب تجاوز، طب انه يتجاوز المنتخب البرتغالي او تجاوز برضه، فايه المانع انه يكمل الحلم؟ والحلم مشروع جدا، واللي قدر يعدي من كل دول يقدر يعدي من اللي جاي سواء فرنسا او انجلترا، ولو انها طبعا مواجهه صعبه لانه الاثنين الحقيقه فرقتين بيملكوا سكواد في منتهى القوه، والفرده دي الناحيه دي من المشوار صعبه قوي، يعني على العكس من الناحيه الثانيه بالذات بعد خروج البرازيل اشوف انه فرنسا وانجلترا الاثنين الحقيقه مرشحين بقوه جدا لتحقيق اللقب، وبالتالي هيكون مواجهه صعبه على اسود الاطلسي، لكن باذن الله هم له، وخصوصا الارض شكلها كده بتلعب مع اصحابها، دي اول او متهيألي اول مره، متهيألي يعني لو الذاكره ما خانتنيش اول مره منتخب افريقي وعربي يصل للمربع الذهبي، وبالتالي نتمنى ان الارض تكمل معانا والجمهور طبعا العربي العظيم اللي موجود في المدرجات ويساند المنتخب المغربي في مباراه نصف النهائي باذن الله. اعتقد ان في حاله فرحه كبيره جدا، والمغرب الحقيقه طبعا وعد واوفى الحقيقه. الانجاز اللي حققه المغرب النهارده بوصول المربع الذهبي ما كانش اكتر المتفائلين يتوقعوا، ولا ايه يا ابو حميد؟ رغم انك انت برضو متفق معايا من قبل البطوله ان المغرب حصان اسود، دي حقيقه، بس يعني ومع بلال طبعا طبعا التيمومي بس يعني حلو على المغرب. أيوه جدا. الفكره ان محدش كان يحلم ان هي توصل للدور قبل النهائي. الغريب كمان ان منتخب المغرب والمنتخب الكرواتي في مجموعه واحده الاثنين في قبل النهائي، صحيح، فيبين قد ايه ان قوه يعني كانت قويه. ظلمنا كده المنتخب البلجيكي بقى، ايوه هو كان في مجموعه قويه، صحيح، منتخبين يعني منتخب المغرب بيطلع اول المجموعه، منتخب الكرواتي بيطلع ثاني مجموعه وهو اصلا وصيف كاس العالم اللي فات، فيبين قد ايه منتخب المغرب وليد الكراكي ده مدرب كبير جدا. لا هو كمان الجميل في الموضوع انك لما تبقى النهارده يعني العالم كله بيتفرج على المغرب بتلعب سيمي فاينل، وايطاليا والمانيا واسبانيا والبرازيل قاعدين بيتفرجوا، يعني ونيمار ونجوم في هنا مورال، في هنا مسج او رساله مهمه جدا. هو التخطيط بقى، يعني احنا طبعا زي ما اشدنا قبل كده خلال مشوار البطوله بالمنتخب المغربي وبالسياسه اللي حطها الاتحاد المغربي اقاله خليل زيتش في توقيت حرج جدا، والرهان الكبير اللي رهنوا فيه المسؤولين على وليد الرجراجي المدير الفني الوطني الواعد اللي اثبت على فكره نجاحات قبل ما يتولى القياده الفنيه للمنتخب المغربي. هنا بقى انت بتخطط صح وبتحط بلان ربنا بيكللها النهارده بالوصول للانجاز التاريخي اللي حصل. منتخب المغرب على فكره بالمناسبه هم مأمنين جدا بالحلم ومصدقين جدا، لاعبين عندهم لاعبين عقليات بروفيشنال جدا، لعيبه كلها بتلعب في مستويات كبيره جدا، يعني عندنا ياسين بونو في اسبانيا افضل حارس في الليجا الاسبانيه، عندنا اشرف حكيمي نشا وترعرع في ريال مدريد، عندنا مزراوي في بايرن ميونخ، عندنا نايف اكرد في وست هام الانجليزي، يعني مش ناقصهم حكيم زياش طبعا، كل النجوم دي على مستوى المينتاليتي والعقليه مش ناقصهم حاجه، بالاضافه زي
زي ما حضرتك قلت ان البطوله او البطوله بتقام على اراضي عربيه بالدعم الغير مسبوق من الجمهور، حاسين ان هم بيلعبوا في اجواء تناسب جدا الحلم اللي هم بيحلموه، مقسمين المباريات لمراحل، مباراه مباراه، كل مباراه بيلعبوها على انها مباراه كاس، مباراه نهائي، بياخدوا البطوله مباراه مباراه، فلذلك هم ناجحين ان هم يوصلوا ويعملوا الانجاز ده. طبعا مش عارف اكلمكم على انجلترا وفرنسا، لان انا بقيت ابص المباراه دي بشكل تاني. يعني انا مستني ماتش انجلترا وفرنسا ده من اول ما تم الاعلان عن اطراف دور الثمانيه، وشايفها يمكن اقوى مباراه في دور الثمانيه، انجلترا وفرنسا مباراه تكسير عظام بمعنى الكلمه. يعني اتنين لما فعلا. تبص للفرقتين وتبص للاسماء اللي موجوده وتبص لخطوط الهجوم هنا وهنا، تتوقع مباراه ناريه يعني. وبالتالي طيب نتكلم على انجلترا وفرنسا قبل ما نشوف مين الافضل للمنتخب. يعني دلوقتي انا ببص المباراه من وجهه نظر المغاربه، هم عايزين ايه من المباراه دي، ومين الافضل لمواجهه المنتخب المغربي؟ شايف يا ابو حميد النهارده المواجهه بين انجلترا وفرنسا ازاي، ومين اللي حظوظه اوفر في التاهل للدور قبل النهائي؟ الحظوظ اوفر في الدور قبل النهائي وجهه نظر اللي هيحسم الموضوع ده المدربين. يا ديشامب هيحسم ساوث جيت وديشامب. اعتقد ان ديشامب عنده خبرات، طبعا هو حامل اللقب وعنده خبرات وبيعرف، وعنده لعيبه برده نفس الكلام ساوث جيت عنده، لكن ساوث جيت عمل يعني حركه في ماتش السنغال، يعني بجد انا رفعت له القبعه فيها في ماتش السنغال، ادار مباراه السنغال بذكاء شديد جدا. هو ادار مباراه السنغال بذكاء شديد جدا، ولا منتخب السنغال اللي اهداله المباراه على طبق من ذهب بصراحه؟ يعني نتكلم بمنتهى الصراحه، بصراحه هو خدع منتخب السنغال. يعني هو طول المباريات في دور المجموعات بيهاجم وبيلعب بماونت في نص الملعب، بيلعب 4-3-3، فلما تيجي تغير طريقه اللعب خالص وتلعب 4-4-2 وتروح مفاجئ وتنزل هندرسون اللي يجيب الهدف الاول فعلا، فقد ايه انت قلت الاستحواذ بتاع قوه المنتخب السنغالي في نص الملعب. فانت عايز تاخد نص الملعب المنتخب السنغالي، رحت مقفل مالي نص الملعب بهندرسون وقعدت ماونت على الدكه، وبقى عندك حلول. طبعا عوده فودن انا شايف ان هي اضطراريه، لانه ما كانش مقتنع وكان بيتهاجم من جماهير الانجليز، عشان بيتهاجم من الطوب الارض بصراحه، جدا محدش قاعد في الفندق. لولا بس الكارثه اللي حصلت لرحيم ستيرلينج ما كانش هيلعب. فيعني طبعا فودن متالق في الدوري الانجليزي ومن اهم النجوم، بشوفه من اهم الاجنحه جدا، ومع جوارديولا اتطور قوي جداً. يعني بقى احيانا كتير بيدخل مهاجم تاني. يعني هو بيلعب على الطرف وبنشوفه دايما في مهاجم تاني. فعايز ايه غير لعيب سريع مهاري عنده اللمسه الاخيره، يعني جدا، وعنده كل مواصفات الجناح المثالي طبعا جدا. فهو فشايف ان ساوث جيت يعني بدا يعني خلاص اخذ الخبرات، اعتقد ان هو اتعلم من خطأه في اليورو. منتخب فرنسا عندهم لاعب اعتقد هو افضل لاعب في البطوله، مع احترامنا لميسي طبعا واللي بيعمله مع المنتخب الارجنتيني، لكن اعتقد ان مبابي يعني شفت هزلك راسه، ما هو بيحب ميسي. انا ميسي ياخد حقه طبعا، لكن مبابي افضل لاعب في البطوله. مبابي انا بشوف بينفجر، لاعب خارق. ميسي مبابي عنده امكانيات رهيبه جدا. ممكن شفت يا بلال متى الملك عاش الملك؟ قاعدين نهلل لميسي بقالنا 10 سنين. اول ما بس الراجل يعني خلاص قرب قال لك امبابي بينفجر على طول. لا هو هو انا عامه انا من يعني اللاعب المفضل او اسطورتي المفضله عالميا في من بدايه مسيرته حتى الان هو كريستيانو رونالدو. بس انا بقى كاس العالم ده علمني حاجه. صدمتني على فكره. لا انا كاس العالم صدمتني يا بلال. صدمتني يعني اسطورتي المفضله كريستيانو، بس كاس العالم ده انا قررت بقى ان انا ابعد تماما عن موضوع ان انت اول كاس عالم شفته كان ايه يا بلال؟ 98 فرنسا بلوزيا. انا شفت 94 94 ده، شفت 94 امريكا. لا يعني انتوا الاثنين ما حضرتوش مصر في 90 في ايطاليا؟ لا احنا شفنا ملخص النقلات اللي احنا كنا بنرجع الكره لورا بس بتاع ايرلندا وضربه الجزاء طبعا. لا بس لعبنا ماتش عالمي قدام هولندا. بالظبط، كانت هولندا بقى، كانت هولندا اللي حضرتك بتقول عليها لسه من شويه بقى بالاساطير. بس انا كاس العالم ده قررت يعني امشي في اتجاه مختلف. انا قررت ان انا استمتع بميسي. انا حسيت ان ميسي خلاص يعني ده اخر كاس عالم فعلا. يعني انتوا ما شفتوش إريك كانتونا وما شفتوش زيدان وما شفتوش مارادونا؟ 98 زيدان 98 ما شفناش مارادونا ولا كانتونا، ما شفتهمش. لحقنا بقى شويه من طبعا المنتخب البرازيل ببيتو وروماريو والظاهره رونالدو. طبعا كان طلع في 94 وطبعا تألق وتوهج في 98 وفي 2002. لا لحقنا ناس من العظماء، ولكن ميسي بصراحه هو اللي شاف رونالدو واللي شاف مارادونا واللي شاف في لاعب مهم جدا يعني ما بينبهرش قوي من ميسي ورونالدو.
يعني فاهم؟ انا الظاهرة يعني برضو. رونالدو نازاريو الظاهره ده بالنسبه لي صح؟ ده من كوكب تاني كده. انت حسبت الموضوع لا تقول لي امبابي ولا كريستيانو ولا ميسي، ده في حته ثانيه. ورونالدينيو على فكره برضو وزيدان ومارادونا في حته ثانيه خالص. هو رونالدينيو ممكن شويه الاستمراريه ما ساعدتوش، ولكن احنا ممكن احنا الجيل بتاعنا احنا عامه متعلق بميسي ورونالدو، لان يعتبروا بداوا واحنا لسه بنبدا تشجيع، كانوا هما بيبداوا ووصلوا بقى يعني على مستوى الاستمراريه. انا ما اعتقدش ان في اثنين مشوارهم امتد لحوالي 13 او 14 سنه من التالق مش من اللعب، تفرق يعني مشوارهم. ميسي لحد النهارده لحد امبارح لولا وجود ميسي في منتخب الارجنتين، منتخب الارجنتين وصل فاينل 2014 لو ما جابش كاس عالم صح. كل ده يتنسي. مارادونا يفضل بقى مارادونا هو نجم لا ليه بالنسبه لل 2014 هو وصل لنهائي كاس عالم، خسر قدام منتخب الماني قدام المانيا جوتسي. لا ده طبعا هم ساعتها الجماهير هاجموه جدا وقالوا له انت ما ينفعش تكرر نفسك مارادونا، واعتزل بعدها على فكره ورجع من الاعتزال. ربنا يسامحه هيجوين بقى، يعني هو هيلاقيها من هيجوين ولا من لوتارو بقى كاس العالم ده، فربنا يكرم. لوتارو اللي علامه استفهام في جدا غريب جدا، انا كنت حاسس ان هو هيضيع امبارح والله. لا حطها امبارح يعني لا بجد احنا ككره امبارح انا كتبت بعد المباراه على طول وانتصرت كره القدم، لان بجد كره القدم متعه. هولندا لعبت جيم كبير ولكن ميسي بقى بعد المباراه يمكن صح، كان تصريحات ميسي والكلام اللي قاله احتفاله على طريقه ريكيلمي امام فان جال، والمشكله الشهيره اللي كانت بين ريكيلمي وفان خال لو حضرتك تفتكر وقت تولي فان خال لتدريب برشلونه سنه 2003 او 2004، كل ده بيبين قد ايه كان في ضغوط محطوطه على ميسي بالتحديد كقائد لمنتخب الارجنتين، قائد عايز يحقق احلام شعب الارجنتين، شعب هو محب للكوره واحلامه هو طبعا ان هو يصبح اللاعب التاريخي كمان. هو صرح ضد فان خال، صرح ضد لاهوز، صرح كمان ضد فورست وهو خارج من الملعب كان بيعمل لقاء مع احد القنوات، وغير هوست وقف بيبص لميسي كان عايز فقال له كلمه طبعا لفظ خارج ميسي. لاول مره بنشوف ميسي في الحاله دي بعد المباراه، وده زي ما بقول لحضرتك ده كان شد وجذب كبير بين لعيبه كتير امبارح اوتامندي وفي الملعب كمان. باريديس يعني كمان هي الكره اللي باريديس سددها في دكه هولندا طبعا، والدكه كلها اندفعت اتجاه باريديس وحصلت مشكله وانذارات. المباراه توترت 17 جدا، 17 انذار كنا بنقول قبل الفاصل رقم قياسي في مباراه اضافي كبير جدا. وهي بصراحه كانت موقعه، وامبارح كان يوم مشهود في كاس العالم، ان التعادل القاتل لمنتخب كرواتيا في الوقت ده، وبعديه التعادل القاتل على طول في المباراه اللي بعدها. فلا كان يوم امبارح من ايام كاس العالم اللي ستبقى في الذاكره يعني. طبعا ده اللي حضراتكم شايفينه. النتيجه طبعا انتهت 2-2 وبركلات الترجيح انتهت 4-3 لصالح الارجنتين، لكن القائمه دي هي قائمه الانذارات اللي حصل عليها لاعيبه الفرقتين مش التشكيل مش التشكيل بالظبط كده، وده اعتقد يمكن يكون رقم قياسي في ماتشات كاس العالم من حيث عدد الانذارات. لكن الانذارات كلها هتترفع بالنسبه للفرقه اللي تاهلت، هتترفع هتتلغي يعني من ماتش الدور قبل النهائي، وبالتالي اي لاعب من اللعيبه اللي عنده انذارين هيشارك في المباراه. عندنا بقى كرواتيا والارجنتين كانوا تواجهوا في 2018 في دور المجموعات، ومنتخب كرواتيا فاز على، يمكن ناس كتير ما تفتكرش المباراه دي عشان كانت في دور المجموعات، منتخب كرواتيا فاز على الارجنتين بثلاث اهداف نظيفه، وده يدي افضليه نفسيه طبعا ومعنويه. سيبك انت بالتاريخ، كرواتيا بتتسحب وجايه من بعيد. بص من اول البطوله قال لك منتخب العواجيز، البدايات في المجموعه ما كانتش افضل شيء ممكن، فكله قال لك لا كرواتيا الوصيف اللي كان في روسيا 2000 مش هو كرواتيا اللي في قطر 2022. سنه بسنه بسنه ضربات جزاء حصل موقف احمد من يعني 5 سنين قبل كاس العالم اللي فات، فتسالت سؤال يعني مين شايف ممكن يوصل للنهائي قبل الكاس العالم ب3 شهور، انا قلت ساعتها كرواتيا. كان ساعتها كرواتيا ليه بقى؟ بتجيب الحاجات دي منين يا ابو حميد؟ هقول لك ليه؟ يعني مين ممكن يقول رهن على كرواتيا؟ هقول لك لا مش موضوع شيخ والله. انا عندي اقتناعات ان الكره دلوقتي بقت اكبر قوه في الملعب نص الملعب، اللي بيقدر يتحكم عنده نص ملعب قوي. ريال مدريد اخذ دوري ابطال اوروبا بسبب ساعتها، لان انا قلت لك ريال مدريد نص الملعب بتاعه قوي جدا. انا بص بقى هتقول لي نص ملعب ريال مدريد، هقول لك بنزيما وكورتوا، لو الاثنين دول اتشالوا من سكواد البطوله الاخيره بالذات ده كورتوا في النهائي. بنزيما وكورتوا لو طلعوا بس بره سكواد الريال ما يلعبش ما فاينل اساسا. كورتوا صد كره في النهائي بتاعت صلاح غريبه. فنص ملعب ساعتها كان مين؟ كان لوكا مودريتش، وكان ركاتيتش ساعتها في برشلونه، وكان برده كوفازيتش، يعني كان نص الملعب قوي جدا. فاعتقد وكان معاهم ساعتها مانزوكيتش اللي هو مدرب دلوقتي في المنتخب الكرواتي. ايوه فانا كنت شايف ان المنتخب الكرواتي قوي جدا في نص الملعب، فيعني مع طبعا مع الخيالي بقى صراحه معاهم فعلا حسيت ان هم وصلوا النهائي. لكن وصلوا مع منتخب فرنسا خلاص عرفت ان هم منتخب فرنسا الموضوع صعب ان هم ياخدوا البطوله. منتخب فرنسا كان قوي جدا. النهارده في واحد من اثنين كبار هيطلعوا بره البطوله،
فرنسا ولا انجلترا؟ مين فرصه اكبر من وجهه نظرك يا بلال؟ انا عشان اكون متسق مع ترشيحي اللي انا قلته في الحلقه اللي فاتت، انا برشح منتخب انجلترا النهارده ان هو يفوز، وبراهن على ساوث جيت. يمكن قلت لحضرتك في الحلقه الاولى انا شايفه واقعي جدا، وشايف ان النهارده يعني البطوله مش هتخدم منتخب فرنسا ان هو يحقق اللقب مرتين ورا بعض. انا شايف هيبقى مفاجاه كبيره، هتبقى هي مش هتبقى مفاجاه، هي على فكره هي الفرقتين مستواهم متقارب جدا زي ما حضرتك قلت، سكواد هنا وسكواد هنا، مفاتيح اللعب هنا ومفاتيح اللعب هنا، حارس المرمى سواء بيكفورد او هوجو لوريس، كل فريق عنده نقاط قوه رهيبه. نقاط الضعف بقى لما نيجي نتكلم على نقاط الضعف، انا شايف ان ممكن النهارده اللي تفرق شويه طبعا لو تمكن امبابي من ان هو يروح مثلا على هاري ماجواير في كوره او كورتين. طبعا هاري ماجواير يعني بس خلاص هاري ماجواير يعني ساوث جيت بيحبه جدا، بس على فكره عايزين برضو نديله حقه، عامل بطوله على فكره حقه، هو ماشي كويس تاني. يعني قلت له ماجواير في ماجواير ده مش ماجواير، هو مع منتخب انجلترا غير، عامل حاجه تانية خالص بصراحه. فانا بقول النهارده انجلترا هتحقق مفاجاه وهتقصي حامل اللقب، وتبقى الليله التي بكى فيها امبابي. يعني رونالدو على فكره بكى بعد خروج البرتغال، ونيمار بكى، ونيمار بكى بعد خروج البرازيل. يبقى الدور على اهم حاجه زياش ما يبكيش على امبابي. مش عايزين حكي، لا انت بالنسبه لك اهم حاجه ميسي. انا البطوله دي مع ميسي بصراحه. انا شايف ان فرنسا هتكسب انجلترا، وغياب بنزيما من اسباب ان فرنسا توصل النهائي. فعلا غياب بنزيما سبب مهم جدا جدا، يعني جيرو يعني مش ما هو طريقه لعب منتخب فرنسا جيرو خادمها. المهاجم اللي هو رقم 9 اللي هو الصندوق القوي اللي يبقى محطه مع مبابي بيفرق جدا. مبابي واخد حريه، مبابي منفجر فعلا في وجود جيرو. لما كان بنزيما بيلعب معاه الاثنين بيميلوا في نفس المكان، يعني دي كانت عامله مشكله. غير ان مبابي اصلا برده بدا حسنه الغرور باينه جدا، حتى في طريقه لعبه، حتى في طريقته وبيحتفل بالاهداف. فاعتقد ان غياب بنزيما نقط ضعف فرنسا ونقط ضعف انجلترا من وجهه نظركم. يعني اذا كنت النهارده بتتكلم على طريقه لعب او على ثغرات موجوده في منتخب انجلترا، بالتاكيد كل منتخب عنده نقاط ضعف. يعني تبقى حابب المدير الفني ومقتنع بيه، تبقى شايف السكواد احسن سكواد في الدنيا، اكيد في نقط انت هتشتغل عليها عشان تحاول طبعًا تكسب منتخب زي ما عمل منتخب. لما تيجي تقارن منتخب بالمغرب باسبانيا او ببلجيكا او بكرواتيا او بالبرتغال، اكيد طبعا كسكواد وكتجربه وكخبره البرتغال ده بطل يورو، صح. اسبانيا دي بطل عالم، لكن اكيد الرجراج اشتغل على نقاط ضعف معينه. بالزبط. ايه ابرز نقاط الضعف في المنتخبين؟ قسموهم مع بعض. تحب تتكلم على الانجليزي؟ انا اتكلم عن منتخب انجلترا عشان رشحته، وهو يتكلم عن منتخب فرنسا. اعتقد ان الخط الخلفي هو دي مشكلة. يقول لك مفيش نقاط ضعف. لا طبعا الخط الخلفي عند منتخب فرنسا بطيء جدا. يعني بطيء جدا، واعتقد ان هاري كين عامل بطولة كبيرة جدا. ده هيلعب مع خط هجوم سريع جدا قوي. جدا جدا سريع جدا من غير الدكة كمان، يعني راشفورد قاعد على الدكة برضه سريع جدا. فاعتقد ان خط ظهر المنتخب الفرنسي لو ما كانش متماسك في مباراة انجلترا، اعتقد هيبقى مشكلة كبيرة جدا، خاصة ان هاري كين ما بيبص يعني طول البطولة ما بيجيبش اهداف، بس بيعمل مساحات كبيرة لكل اللعيبة اللي جاية من الخلف، سواء فودين او ماونت او اي حد بيجي من الخلف طبعا، او بيلينجهام طبعا. بيلينجهام طبعا هو شايف يعني ممكن يبقى من نجوم المباراة، لكن هاري كين حاسس ان هو يعني ممكن يجيب هدف في المباراه. هو ماتش يعني سيبك بالانتماءات بقى ومين يكسب ومين، ماتش تكسير عظام. انت قلت احلى تشبيه فيها تكسير عظام، احلى تشبيه فعلا. ماتش يعني اللي بيحب الكوره يبقى مستني الماتش ده بقى في حاله شغف كده، سريع جدا. سريع جدا لان في سرعات كبيره. منتخب انجلترا عنده نقاط ضعف ولا؟ يعني عنده طبعا نقاط ضعف، ممكن شويه هوجو لوريس على فكره من الحراس اللي هو بيصد لك الحاجات الصعبه جدا، الحاجات المستحيله، وممكن يدخل فيه اهداف سهله جدا، فاحنا ما نضمنش النهارده ممكن ايه يحصل، ولكن على خط على ارضيه الملعب. انت بتتكلم عن نقاط ضعف منتخب فرنسا. سوري معلش بقى، احنا نتكلم على عندنا احنا بقى المنتخب. يعني الاثنين نقاط ضعف منتخب فرنسا. عشان انا مش شايف نقاط عايز تخسر فرنسا بقى. لا انا ممكن نقاط الضعف زي ما قلت لحضرتك في المنتخب الانجليزي هتبقى متمثله شويه في سرعات هاري ماجواير مقارنه بالسرعه الهائله لمبابي طبعا في المواجهات الفرديه وفي الواحد لواحد. كمان المساحات اللي ورا لوك شو شويه، يعني لوك شو برده بيأدي حتى الان باداء يعني متوازن شويه، ولكن لوك شو لما بيبقى خارج الحاله الفنيه والذهنيه بيبقى كارثه طبعا. فهم دول الاثنين اللي ممكن ياثروا شويه، ولكن لو جينا لنقاط القوه طبعا نص الملعب النهارده هتبقى فيه مواجهه زي ما حضرتك قلت، كل العالم او كل متابعي كره القدم هيستنوا يشوفوها. تشاوميني في منتخب فرنسا وبيلينجهام في منتخب انجلترا، الاثنين دول واحد حريف قوي وواحد رقم 6 حافظ واجبات المركز، بيعرف يقطع
كويس قوي يسلم ويستلم. فاعتقد النهارده كل المراكز النهارده واحد ضد واحد ضد واحد بالظبط، يعني بول ووكر، ماجواير، ستونز، لوك شو في مواجهه غالبا عثمان ديمبلي، امبابي، جريزمان. يعني انت بتتكلم على مواجهات في كل انحاء الملعب على كل مستويات المباريات بقى اللي زي دي. التفاصيل بقى التفاصيل الصغيره جدا، التفاصيل الصغيره جدا هي اللي بتحسم المباريات الكبيره. يعني دايما المباريات الكبيره فيها سكور تقيل، ولا مباراه تخلص لو لعب مفتوح لو لعب مفتوح ممكن نشوف 3-3 وممكن نشوف 2-2 زي امبارح هولندا والارجنتين. لكن لو كل مدرب لعب على انه هو يخطف من كوره او يلعب من على ركله ثابته مثلا او جمله معينه، لا ممكن نشوف مثلا 1-1. والله برده فكره، يعني النهارده بعد ما المغرب اتاهلت ابتديت ابص حتى للناحيه الثانيه بشكل مختلف. كرواتيا تاهلت بعد 120 دقيقه قدام منتخب برازيلي، الارجنتين تاهلت بعد 120 دقيقه بعد مواجهه المنتخب الهولندي، وبنتكلم على منتخبات فيرست كلاس. يعني 120 دقيقه فيها مجهود تقيل جدا وكبير جدا. كرواتيا في مواجهه الارجنتين برضو مواجهه صعبه ومرهقه جدا. نتمنى انه ده يكون بيخدم المنتخب المغربي طبعا، وليه لا؟ يعني لو ماتش النهارده وصل ل 120 دقيقه اعتقد ده بيصب، احنا بنتكلم على سيمي فاينل هيتلعب الثلاث النهارده السبت، ثلاث واربع اللي جاي. فبالتالي من حسن الحظ للمنتخب المغربي انه خلص النهارده في 90 دقيقه، فبالتالي مخزون البدني شايف فيه اصابات عنده هيحافظ عليه. اعتقد تفرق معاه كتير، هتفرق طبعا. والمردود البدني والاصابات اللي حصلت للمنتخب المغربي النهارده طبعا قدر يستفاد من زي ما حضرتك قلت كده انه ينهي الجيم في 90 دقيقه امام منتخب قوي طبعا منتخب البرتغال. ده هيديله راحه اكتر، هيديله ان هو يعمل ريكفري، يقدر يعمل ريكفري افضل للعيبه ويستعد وينتظر بقى الفائز من مباراه النهارده زي ما حضرتك قلت. نتمنى ان هي تكون 120 دقيقه، مش عايزين نشوف اصابات بقى، عايزين نشوف ايقافات كده وكروت حمراء بحيث اللي يروح للمغرب بقى يروح نجوم. مين النهائي الحلم من وجهه نظركم؟ يعني من الناحيه دي ومن الناحيه دي، ايه المباراه اللي يتقال عليها نهائي لا ينسى، نهائي تاريخي؟ لو نهائي تاريخي المغرب وفرنسا. المغرب ما تقابلش فرنسا. المغرب شايف فرنسا. المغرب واما الارجنتين. المغرب وكرواتيا. المغرب وكرواتيا ده تاريخي. تاريخي. انا طبعا الارجنتين وفرنسا. الارجنتين وفرنسا. ده هيبقى يعني هيبقى نهائي طبيعي. على مستوى ده هيبقى نهائي على مستوى الحدث. يعني اللاعب دور كبير جدا مع نجاح فرقته من الفرقه اللي وصلت لغايه دلوقتي. يعني هل تشوفوا ميسي مع ميسي مع الارجنتين؟ طبعا هي دي الاجابه، ميسي. ولا امبابي مع فرنسا؟ يعني امبابي برضه يا جماعه عمل ارقام ريكورد طبعا كبيره جدا. نتكلم على لاعب حقق او سجل 9 اهداف في كاس عالم قبل ما يوصل 24. بينافس اساطير كمان. انا شايف ان في لاعب لازم ياخد حقه بصراحه وما بقاش جندي مجهول، سفيان مرابط لاعب المنتخب المغربي. لاعب اعتقد ان هو سبب كبير في وصول المنتخب المغربي قبل النهائي، برغم وجود زياش وبرغم يوسف نصير اللي هو هدف عمل يعني جون جميل جدا النهارده. اعتقد يعني عدى الجنب بتاع كريستيانو حقيقي. وطبعا ياسين جول. في ناس كتير قوي على فكره ساعه لما دخل الجول ده في ناس كتير جدا قالت نفس التعليق ده. التيك اوف ده التيك اوف بتاع كريستيانو. والالتقاء كمان كان مع مين يا استاذ احمد؟ كان مع روبن دياز، افضل مدافع في الدوري الانجليزي. يعني مش طالع مع مدافع، لا ده مدافع ليه ثقل وعنده خبرات كبيره جدا. اعتمد هو والحارس طبعا الاثنين، ولكن يوسف هو دييجو كوستا طلع بصراحه يعني ليه نسبه مساهمه في الهدف. لا وطلع قبل يعني ده بدر الكره غلط. لكن الارتقاء طبعا والتيك اوف بتاع يوسف المصري كان اعلى من الاثنين طبعا، هدف رائع. كمان عايز اقول بس نقطه مع احمد اشد بسفيان مرابط، كمان اناحي لاعب المنتخب المغربي لاعب بيقدم مستوى كبير جدا. اتكلم عنه يمكن لويس انريكي بعد مباراه اسبانيا وقال ان انا يعني متفاجئ ومذهول من المستوى والمردود الكبير اللي بيقدمه اناحي لاعب. لا انا بشوف انه البطوله دي هتكون بوابه خير للاعيبه المغرب بشكل كبير. يعني معظمهم انا يعني يمكن قلت لحضراتكم المعلومه لكن للي ما يعرفهاش بقولها مره ثانيه، نص سكواد المنتخب المغربي من مواليد اوروبا، اتولدوا في اوروبا وعاشوا في اوروبا، وبالتالي الثقافه والمنتاليتي والمشوار والاحتكاك عاشوه كله في اوروبا. لكن في النهايه ما تقدرش تقول يعني باستثناء حكيمي وزياش مثلا كلهم بيلعبوا في فرق في اوروبا، لكن مفيش حد بيلعب في فريق بينافس دايما على بطوله. يعني ياسين بونو احسن حارس مره في 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 الليجا الاسبانيه، لكن ما حققش لقب مع فرقته. ومعظم اللعيبه اللي بتلعب بره ما حققتش القاب مع فرقها باستثناء حكيمي في بي اس جي، ومن قبله طبعا في ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وحكيم زياش طبعا مع اياكس امستردام ثم انتقاله لتشيلسي الانجليزي. ما تقدرش تقول انه سكواد، لكن شايف بعد البطوله دي لا
المغاربه لعيبه المغرب يعني يروحوا الليفلات اعلى طبعا اعلى بكتير من مكاسب البطوله يعني بالظبط زي دلوقتي الترشيحات اللي موجوده ان سفيان رابط ارتبط اسمه بليفربول الانجليزي في تقارير كتير طالعه من اوروبا ان ليفربول هيدخل معاه في مفاوضات بعد البطوله طبعا زي ما حضرتك عارف وقلت نصير مزراوي بيلعب في بايرن ميونخ نصير مزراوي بالظبط بيلعب يعني عندهم مجموعه لاعبين مميزين جدا اللي بيلعب فيهم في التوب ليفل خلاص هو ضامن مكانه ولكن زي ما حضرتك قلت اللعيبه الثانيه المميزه اللي بتلعب معاهم هتنتقل بقى لليفل اعلى طبعا بعد في لعيب يعني يستحق بصراحه يلعب في دوري اكبر من كده اللي هو بوفال ده لعيب ممتع لعيب انا مش بوفال لعيب ممتع لعيب ممتع قوي واعتقد ان ماتش اسبانيا وماتش البرتغال يبقى لنا كان دي عنده شخصيه وبيروح لاي لعيب يعني بيروح لاي حد بيعدي منه النهارده وماتش اسبانيا لعيب هو بيلعب في الجيل الفرنسي في الدرجه الثانيه اعتقد ان هو يستحق ان يلعب في دوري كبير هيلعب اعتقد بعد البطوله دي وبعد مشوار نجاح المغرب لحقيقته لو راحوا الابعد كمان اعتقد ان النتيجه هتكون شبه مؤكده خليني استعرض معاكم بقى سريعا ومع بلال ومع احمد كده مكاسب المونديال في نسخه الاخيره ونشوف بالارقام كده ماذا حقق المونديال للدول المستضيفه للبطوله. جاهز معانا؟ طبعا هنتكلم طبعا على ارباح يعني بالاضافه طبعا لفكره الاستضافه وفكره المشاركه كبلد مضيف للبطوله بيبقى فيه ارباح طبعا اقتصاديه كبيره جدا يمكن الارقام تطورت في السنوات الاخيره قطر اعتقد المشهد استثنائي لانه احنا بنتكلم طبعا على يعني دوله استعدت للمونديال فروم سكراتش ما كانش عندها اي بنيه تحتيه تسمح لها بده ولكن مع ذلك قدرت تحقق ارباح بصرف النظر عن المصاريف اللي تم انفاقها طبعا انها انفقت رقم تاريخي ما اعتقدش انه هيتكرر مره ثانيه وصلت الارقام الرسميه ل 220 او 222 مليار دولار لكن في البرازيل 2014 كانت مكاسب النسخه دي 358 مليون دولار وفي روسيا 2018 كانت المكاسب 400 مليون دولار وفي قطر 2022 كانت المكاسب او الجوائز الماليه لكاس العالم 440 مليون دولار. طبعا يعني ارتفاع طبيعي بمقارنه زي ما حضرتك قلت من بدايه مونديال البرازيل نوضح الجوائز بتتوزع ازاي بلال تمام جوائز البطوله يعني 440 مليون دولار دول هيتوزعوا ازاي على الفرق المشاركه نبدا من المركز ال17 للمركز ال32 ودول المنتخبات اللي ودعت البطوله من دول المجموعات كل منتخب هيحصل على 9 مليون دولار لكل منتخب من المركز التاسع للمركز ال16 ودول المنتخبات اللي ودعت من دور ال16 هيحصل كل منتخب على 13 مليون دولار من المركز الخامس للمركز الثامن ودول اللي غادروا من دور الثمانيه هيحصل كل منتخب على 17 مليون دولار احمد من المركز الرابع تقول لنا المركز الرابع 25 مليون دولار المركز الثالث 27 مليون دولار يعني كده المغرب ضمنت على الاقل 25 مليون دولار ده حقيقه المركز الثاني 30 مليون دولار والبطل البطل 42 مليون دولار والبطل الحقيقه مش مهم يعني كل المراكز من الثاني لل 32 تفرق معاهم الجوائز الماديه لكن بيتهيألي مجد الحصول على لقب كاس العالم لا يضاهي اي مكسب مادي على الاطلاق حتى لو بريق الذهب ل 42 مليون دولار بريق الذهب بقى لا يضاهي بيتسجل في التاريخ طول عمره نورتونا واسعدتونا واستمتعنا بيكم وما زالت البطوله مستمره وما زال طبعا تواجدكم معانا في الايام اللي جايه مع مباراتي او مواجهتي الدور قبل النهائي والنهائي مستمرة ان شاء الله بشكركم شكرا جزيلا احمد مصطفى بلال محسن شرفتونا في السادسه شكرا شكرا احمد ومبسوط كنا معاك يعني شكرا ليكم وعلى كل خير نتقابل دايما على شاشه الاهلي بكره حلقه ما قبل المباراه طبعا عندنا ماتش الاهلي والاتحاد ان شاء الله السكندري يوم الاثنين اللي جايه هنتابع كل تفاصيل الساعات الاهلي في حلقه بكره بشكركم على المتابعه وتحياتي لكم